ما من كاتب إلا وسيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بيدك شيء إلا يسرك يوم القيامة أن تراه. لعلها الحياة تنسينا عبق التواصل، ولكنها لا تنسينا من أحببنا. يا قارئا حباك الله بصوت جميل يصعد من الأرض إلى السماء، يا قارئا من الله عليك بصوت له دوي، فاقرأ علينا ورتل القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة في الجنة ونحن على مأدبة المستمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إن عجز لساني عن وصفك، وإن كفت جوارحي على أن تكتب معناك، فكفاني شرفا أن أذكر اسمك على لساني. يا صاحب الرسالة الجامعة والرسالة المانعة، يا من مشيت على بساط الشوق حتى أتاك اليقين من ربك، اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي الذي قال له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أنا أكتب وراءك كل كلمة، فهل أكتب في أثناء غضبك؟ فقال يا ابن مسعود: والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما كان ينبغي لمحمد بن عبد الله أن يتلفظ بكلمة واحدة تغضب الله رب العالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحابك وعلى أحبابك وعلى أزواجك، أخص منهم السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض، والذي حينما وضعت الإمام الحسن بن علي قامت وتوضأت وصلت ركعتين خفيفتين، فغضب الجميع وقالوا: كيف تصلي فاطمة في هذه الأيام؟ فخرج الحبيب وأمسك بيد السيدة فاطمة فقال: أيها الناس، هذه فاطمة بنت محمد، من عرفها فقد عرفها، ومن لم يعرفها فإن الله قد طهرها من فوق سبع سماوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن مع ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمه من رب العالمين. ايها الاخوه المؤمنون، يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الايماني المبارك، وبعد ان توقف ارسالنا عن هذا المكان وعادت الطيور الى اوكارها وبدات النجوم تلمع في سماء دنيا الناس، وبعد ان غارت شمس هذا اليوم وقد شهدت على ما فعله العباد على ظهر الارض، فان الاوان لهذا الليل ان يجتمع فيه الاحبه ويناجي كل انسان في هذه الليله القرانيه المباركه،
في أيام تهب علينا إن شئت فقل نفحات أو لفحات حجيج بيت الله الحرام. أيها الإخوة المؤمنون, في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي ودعت الدنيا بأسرها لتسعد وتهنأ بلقاء ربها عز وجل, لحظات قليلة حتى تتعلق الأرواح بعنان السماء, ولحظات قليلة حتى تتهيأ العيون كي تجمع العيون زفرات الندم والحب والإخلاص. فالدموع دمعتين, دمعة تنزل عند البكاء ودمعة تنزل عند الفرح. والبكاء أنواع, بكاء على حبيب وبكاء على مال وبكاء من خشية الله عز وجل. فهيا بنا نتهيأ للبكاء من خشية الله عز وجل بعد برهة قليلة من الوقت, حيث أرى عن يميني علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي, فهو في غنى عن وصف أو تعريف, لأنه كما قالوا لا ينكر ضوء الشمس إلا من كان في عينه رمد, مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر الدائم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتبع
وما بدنوا تبديلا وما بدنوا ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين
Yeah!
كلاما فتعالينا أمم يا قوم لا وسرحن ساحا جميلا يا أيها النبي يا فتعالينا أمتعهن وأسرحن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله يا نساء النبي Allah.
وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. لا
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا لماذا تمدح آل طه وترتجيهم؟ قلت كيف لا أمدح آل طه وقد كان جبريل خادما لأبيه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإزاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة كما تقدم عائلات أبو عليوة بالمطوعة وحمادة وسمك وأبو عيشة بهجية والغروري وأبو بير بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم الصرادق المقام إحدى مخازن أولاد تميم بهجية شاكر مهندس صوت النار مهندس أحمد لطف العطار بهجية واجب ضيافة وائل وصالح بالإبراهيم. إخوة الإيمان والإسلام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منزلة خاصة لا يعرف قدرها إلا من عشق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء. وإذا أردت أن أقف على باب كل واحد منهم يحتاج إلى وقت طويل أن أتحدث عن سيرتي الزاوية. وعلى سبيل المثال أبدأ بالرجل الثاني بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق الذي كان دائما عاشقا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشق دائما النظر إليه والجلوس بين يديه وإنفاق المال عليه. وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي حينما قال لسيدنا بلال حينما أعتقه وقال له بلال يا أبا بكر لقد جاءني هاتفا أن أنتقل من مكة إلى المدينة إلى بلاد الشام. فقال له أبو بكر الصديق ومن يؤذن لنا يا بلال؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر فلمن أؤذن؟ فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه أذن لنا.
قال كنت أؤذن لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فمات رسول الله، وأصر في الإلحاح على سيدنا أبي بكر إلى أن أذن له وترك المدينة. وفي ليلة من الليالي قد صفى سماؤها إلا وجاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وقال له يا بلال ما آن الأوان أن تراني؟ فخرج بلال واصطحب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ووقف على قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورفع الآذان وكبر وقال الله أكبر الله أكبر. وحينما قال أشهد أن لا إله إلا الله وكأن الأرض زلزلت من تحت أقدامه، وحينما قال أشهد أن محمدا رسول الله كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من قبره. هذا هو سيدنا بلال في حواره مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنه. وأتذكر سيدنا أبي بكر حينما جلس والحبيب صلى الله عليه وسلم